قناة أستاذنا التعليمية تقدم في أيام الطفولة. أهلا بأيام الطفولة والسعادة والسرور وتتبع النحل الأنيق وقطف تيجان الزهور وبناء أكواخ الطفولة تحت أعشاش الطيور مسقوفة بالورد والأعشاب والورق النضير، نبني فتهدمها الرياح فلا نضج ولا نثور ونعود نضحك للمروج وللزنابق والغدير ونظل نركض خلف أسراب الفراش إذا يطير ونظل نقفز أو نغني أو نثرثر أو ندور لا نسأم اللهو الجميل وليس يدركنا فطور.